كونجكشن كومبلكس ده بالعربي يا دكتور انك تلاقي خليتين ما بينهم مش بينهم يهودة مثلا رابطه ولا اتنين، ده ثلاث روابط بين خليتين. انت متخيل المنظر؟ اه يا دكتور المنظر كان عامل كده، والخليتين اللي انا اقصدهم بتوع السمول انتستين. ايه السمول انتستين دي؟ عمال دقيقه تبص تلاقي عم الحاج خليه رابطه كده ورابطه كده ورابطه كده. يا سلام، ثلاث روابط بين نفس الخليه. اه ما هو ده اللي اسمه جانكشن كومبلكس. معايا خلو جانكشن كومبلكس. طيب اهم حاجه بقى هقول لك التعريف، هو عباره عن ديفينيشن. شوف التعريف واحفظه معايا، هو عباره عن البريزنس، وجود مور ذان وان تايب اوف جانكشن، وجود اكتر من نوع من الروابط. شوف الجمله اللي قالها دي، بتوين سيرتن سيل ات سيرتن سايت. اهم جملتين في التعريف اللي انا حاطه تحتهم خط كده، بتوين سيرتن سيل ات سيرتن سايت، وجود اكتر من رابطه واحده. ده اول جمله. يعني ايه بتوين سيرتن سيل؟ يعني انت سبتها مفتوحه ولا حددت خلايا محدده؟ حددت خلايا محدده ليه؟ خلايا مين؟ بسمول انتست. اكسبت انسايت يعني ايه؟ فاكر لما قلت لك الحصه اللي فاتت لما تيجي تقول الروابط لازم تقول بالترتيب، صح ولا لا يا رامي؟ مش قلت كده؟ يعني فكرني كده، اول واحده فوق كانت ايه؟ كانت زونيولا بس مسافه زيرو. اقول له زونيولا ايه؟ اوبلودكس. اللي تحتها كانت زونيولا برضه بس ايه؟ ادهرنس. واللي تحتها ماكيولا ادهرنس، او اللي احنا عايزين ممكن على ايه؟ ديسموزوم. ماكيولا ادهرنس او ديسموزوم. لازم الترتيب. يعني ما ينفعش تقول واحده قبل الثانيه. لازم الترتيب، دي الاول، ما هو ده اللي موجود في الحقيقه. انت خلايا الامعاء بتاعتك بينها ثلاث روابط. بترتبهم كده، اول رابطه تمسكهم اسمها زونيولا اوبلا، تحتيها زونيولا ادهرنس، تحتيها ايه؟ وهو ده اللي اقصده ات سيرتن سايت. والخلايا انا حددتها ولا سبتها كده؟ حددتها، يبقى ده اللي اسمه ات ايه؟ سيرتن سايت. تعالوا نقول التعريف تاني. هو عباره عن بريسنس اوف مور ذان وان تايب اوف، كمل تعريفك. بتوين سيرتن سيل ات سيرتن سايت. تعرف تقولهم بالترتيب؟ ماكيولا زونيولا ايه؟ اوجلودكس. بعديها ماكيولا ايه؟ ادهرنس. لحد كده السؤال خلص عندي، كتاب او مذكره. السؤال ده دكتور كتير جدا في الامتحان، وبعدين كاتب جنبه هام جدا جدا جدا. هنديله 10 درجات، 10 درجات على الصفحتين دول. 10 درجات بقى اكتب ايه؟ اشرح الفرق. ده كده يبقى كتير قوي، ماشي ما هو 10 درجات، يعني 10 درجات شويه يعني. ماشي كده يا ولاد؟ اختمنا الحته دي؟ يبقى اذا السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لانه تجميع. مش ده ضرب لك كذا حاجه في نفس الحاجه. اهم حاجه التعريف يا ولاد مره كده قبل ما امسحه، جانكشن كومبلكس هو بريسنس اوف مور ذان وان تايب. كمل بقى الحته المهمه، بتوين ات سيرتن سايت. مثال سيرتن سيل دي سمول انتست، سيرتن سايت الترتيب اوكلودانس زونيو طبعا، ادهرنس زونيو برضو، بعد كده ماكيولا. طيب تعالى بعد كده نيجي على نوع من انواع الروابط. اخر نوع عندي في السيل جانكشن اسمه كوميونيكيتنج جانكشن، واسمه بين قوسين جاب جانكشن. والويسكي كمان نكسس. ما علينا، خلينا الاثنين دول 10 كيلو. ايه قصته ده بقى؟ انت ما قلتلناش عليه بصراحه. انت قلت لنا الروابط خمسه بس، صح؟ بمعنى ايه؟ انت قلت لي عندي اوكلودنج اثنين واديرنج ثلاثه. مش كده؟ مش انا قلت لكم خمس روابط بس الموجودين في جسمي؟ هل انا جبت السيد ده؟ ما جبتش سيرته لانه مختلف شويه عن الباقي. طب تعالى كده نشوف مختلف ازاي؟ هنقول فيه الديفينيشن. وبعد الديفينيشن يا ولاد هنقول الاستراكشر، التركيب. وبعدين السايت، وخلي الفانكشن هنا لوحدها.
ايه ده طلع سؤال كبير يا دكتور، ده معنى كده ممكن يجي في الامتحان؟ اه طبعا، وجا كتير قبل كده. بص التعريف وقول لي الكلام ده طبعا انت اول مره تسمعه. يقول لك هو عباره This is a type of junction. حد يعرف مليني in which اللي فيه، مش ده التعريف اللي على طول بنقوله في اي حاجه؟ in which the distance between the two cell surface is، اصبر بقى كده يا دكتور انت هتقول زيرو، لا 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 انت كده تقول 20 نانو، لا ده ولا ده، من 2 ل 3 نانومتر. لا استنى بقى يا عم، دي حاجه غريبه صح؟ انا ما قلتش الرقم ده قبل كده. انا قلت لك الفراغ اسلام صح؟ انا قلت لك اسلام الفراغ ده مخصص لرقم من 2 يا زيرو يا ايه؟ حسب ده اوكلودنج او ادهيرنج جنكشن. انا اول مره اشوف الرقم ده، عشان كده ده نوع مميز، عشان كده ما قلتلكش في الاول، خليته لوحده. 2 ل 3 نانو متر، مش كده وبس، كمل تعريفك يا عم. And the shear is spot. يا راجل انت مش قلت لنا ان مفيش سبوت في جسم غير الديزموزوم وده؟ حلو كده؟ حلو، يبقى لو سمحت وانت بتذاكر خرج ده بره اللعبه خالص، خليه نوع كده لوحده خالص. تمام كده يا ولاد؟ بص تعريف الكوميونيكيتنج جانكشن. مسافته كام؟ هات من الاخر، مسافته كام؟ 2 ايه؟ 2 3 وشكله سبوت. This is a type of junction in which the distance between two cell surfaces is 2 ل 3 نانومتر. وده حاجه جديده. والشيب بتاعك برضه جديد اللي هو ايه؟ سبوت او بوت. ايه بقى السطور؟ بص انا هشرحه لك وبعدين نكتب الكلام براحتنا. النوع ده بصراحه مش اول مره يعدي علينا، اللفظ ده. ومفروض دلوقتي مذاكرين السل وفاكرينه. في درس السل ممبرين في الاخر خالص كان في عنوان اسمه سيجنال. كان اختصار شنو؟ بيقول لك انه ساعات الخليه بتتكلم مع الخليه اللي جنبها بشرط يبقوا ايه؟ لازقين في بعض. ازاي يا دكتور بيبقوا بيتكلموا مع بعض؟ بيقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حاطط لك انبوبه كده، انبوبه فعلا تيوب بتوصل من السيتوبلازم ده للسيتوبلازم ده، وكان حاطط لك بين قوسين كده اسمها كوميونيكيتنج او جاب جونكشن. لما كنت بشرح الحته دي في اول السنه كنت بقول لك هناخدها في شابتر بي بي سي. احنا فيها بقى. عارف النوع ده من الاخر ايه؟ النوع ده من الاخر عباره عن انبوبه بتوصل السيتوبلازم ده للسيتوبلازم ده. طب عايزين اسم للانبوبه دي، سميها ايه؟ اول حاجه الانبوبه دي مصنوعه من ايه؟ ليبت بروتين كاربوهيدرات. اختار بروتين، هو الحاجه الوحيده اللي كانت بتعدي في الممبرين كده صح؟ يبقى دي انبوبه مصنوعه من البروتين. عايزين نسميها اسم، اسمها جميل قوي ومعبر، اسمها كونكسو. اسمها ايه؟ كونكسو، محدش ينساها. كونكسو بتعمل كونكشن صح؟ اسمها كونكسو. يبقى هي فعلا الكوميونيكيشن جنكشن تركيبه انبوبه يا دكتور اسمها كونكسون. اسمها ايه؟ الكونكسون. اديك تعريف، هي عباره عن شانل انبوبه فورمينج بروتين. يعني بروتين بيكون اتشانل. بص الجمله الجايه دي جميله قوي قوي قوي. بريدج، ده الانبوبه بقى. بريدج ذا سبيس بتوين تو سيلز. يعني ايه بريدج ذا سبيس بتوين تو سيلز؟ كوبري فوق الايه؟ السبيس. يعني لو انت الانبوبه الكونكسون الجميله دي عملت لك كوبري بريدج فوق السبيس اللي بين الخلايا، يعني انت النهارده وانت معاك الكونكسون دي تقدر تعدي من هنا لهنا من غير ما تعدي على الانترسيلولار سبيس. فهمت كده يا ولاد؟ واحده واحده معايا. كوميونيكيتنج جنكشن تعريفه ايه؟ ها؟ عباره عن تايب اوف جنكشن ويتش ذا ديستنس بتوين تو سيل سيرفيس از 2 ل 3 نانو. ده رقم جديد. والشيبس ايه؟ ده اول، ده تاني مره بعد الديزموزوم صح كده؟ تعالى الاستراكشر. بداية كلامك بالأنبوبة دي، اسم الأنبوبة دي أو إيه؟ كونكسون. والكونكسون هو تشانل مكونة من بروتين. وظيفة التشانل دي إيه؟ إيه اللي بعد السهل؟ وظيفتها إيه يا هايدر؟ بريدج ذا سبيس بتوين التو سيلز.
بتعمل لك كوبري ما بين التو سيلز. حلو قوي. انا بقى مش هكتفي بالكلام ده دكتور، انا معايا ميكروسكوب الكتروني اقدر ان انا اعمل فوكس بالكاميرا بتاعتي على الانبوبه دي واشوف بتتكون من ايه. انا هاخد واحده كونكسون وارسمها قدامي. اقول لك بالاخر هي بتتكون من 6 بروتينات. بتتكون من ايه يا راجل؟ 6 بروتينات هرسمهم لك. ادي 1 2 3 4 5 6. ايه راي حضرتك؟ 6 بروتينات بيعملوا ايه؟ أمبوبة. يعني كأنك جبت ست عيدان جنب بعض عشان يعملوا لك أمبوبة كده جنب بعضها. يعني ده كده واحد الثاني الثالث. أنا هرسمها لك أهو. لو أنا خدت سيشن في الأمبوبة دي وبصيت لها كده، آدي 1 2 3 4 5 6. لو عايز الرسم مجسمة أهي، كل واحد كده عادي أمبوبة يعني بالمنظر ده. يبقى انبوبة الكورنيكسون بتتكون من كام بروتين؟ 6 بروتين. عارف البروتين الواحد اسمه ايه؟ اسمه جميل قوي يا دكتور. حضرتك بس تشيل حرف الاو وتحط حرف الاي يبقى اسمها ايه؟ كورنيكسين. كورنيكسين ده يا دكتور البروتين اللي بيكون الكورنيكسون. بص اكتب لك تعريفه زي ما هو عندك. ده الكورنيكسين الواحد عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترانس ممبرين بروتين. انا هكتب الكلمة دي اقف عندها شوية. بص للرسمة اقول يعني ايه ترانس ممبرين بروتين؟ افكرك انا مش هتخسر. البروتين مش كام بريفرنس وانتجرال صح ولا لا؟ الانتجرال كنت بقول لك لما كان الانتجرال يا خدود بيعمل بروز من جوه وبروز من بره كنت بسميه ايه؟ ترانس ممبرين. طب ايه رايك؟ لما تبقى عندك انبوبه بالمنظر ده يبقى هي عدت فعلا من هنا ومن هنا، يبقى تستحق تغطى ترانس ايه؟ ممبرين بروتين. ماله الترانس ممبرين بروتين اللي اسمه كونكسين الواحده؟ يقول لك سراوند بيحور نيومن لايك ستراكشر او سراوند اليومن سراوند تشانل او بلاش فورم تشانل او فورم خلاص اهي فورم التشانل القناه اللي اسمها كونكسون. يبقى اهم كلمه عندي ان هو ترانس ممبرين ايه؟ بروتين. بص معايا تاني تركيب الكوميونيكيتنج جانكشن هي انبوبه حضرتك بتوصل ما بين السيتوبلازم ده والسيتوبلازم ده من غير ما تعدي في النص على الانتراسيلولار سبيس. عشان كده اسمح لي اوصفها انها بريدج كوبري من السيل للسيل وزود باص في الانتراسيلولار سبيس. طب انا هاخد حضرتك الانبوبه اللي اسمها كونكسون دي اقرب منها قوي واشوف لقيتها بتتكون من 6 بروتينات. البروتين الواحد فيهم اسمه ايه؟ كونكسين. اسمه ايه؟ كونكسين. الكونكسين ده بروتين اللي بيتكون الكونكسون. طب انهي نوع من البروتين؟ انا ما خدتش البروتين الا بريفرال وانتجرال. ده انتجرال يا دكتور وبالتحديد ايه؟ ترانس ممبرين. ماشي كده؟ يبقى انا عندي كونكسون وايه؟ مين الكبير؟ كونكسون بيتكون من كام كونكسين؟ 6. محدش ينساه. والكونكسين ده يتوصف ان هو ايه؟ ترانس ممبرين بروتين اللي هو بيكون الكونكسون وده رسمته. خلاص كده يا ولاد؟ تمام؟ اخر حاجه في الاستراكشر هو قال لك بقى هو فسر لك الوظيفه تاني. قال لك يا عم ان المولوكيول المولوكيول دي اللي هي الجزيئات اند الايونز الايونز دي مهمه قوي الايونات اصل دي اشهر حاجه حضرتك بتعدي في الكوبري ده الايونات الايونز بس بتوين التو سايتوبلازم وزاويه من غير ريتش الانتر سيلولار سبيس او السبيس بتوين السيلز. تمام كده يا ولاد؟ حلو قوي الكلام ده، حلو جدا. يبقى اخر الجمله دي هو مجرد انه قال لك وظيفه الاثنين اللي قبلها. السايت النوع ده موجود فين؟ النوع ده موجود في العضلات. العضلات بتمسك مع بعضها كونكسين تمام؟ وكونكسون يعني. فبيقول لك ان هو موجود بتوين
الكارديا في مصر بتوين يا ولاد خلايا عضله القلب، وكمان بتوين السموس مصر. ايه السموس مصر دي؟ عضلات الايه؟ ليه؟ بص احنا ناخد انواع العضلات بتعمل تاني. كارديا السموس دي زي الموجوده في الامعاء، في نوع تاني سكليتا اللي هي ماسكه في السكليت، ماسكه في العضله. خلاص؟ لو ان السموس والكارديا بيمسكوا مع بعض الكوميونيكيتنج جانكشن. خلاص؟ الثالث المكان الثالث عندك بتوين الابيسيليان سيل، يعني بعض خلايا الابيسيليان بتمسك جواها، واحنا اصلا مش شرط الابيسيليان عادي يعني. انا عايزك تزود مكان. اكتب بتوين النيرف سيل. في الكتابة والمذكرة اكتبوا نيرف سيل. يعني ايه بتوين النيرف سيل؟ ما بين الخلايا العصبية. يا انت ما سبتش. عضلات ماشي. ابيسيليان ماشي. خلايا عصبية ماشي. والله كل حاجة. أي خلية عايزة تتكلم مع الخلايا اللي جنبها هتحتاج أنبوبة من جوه. هتحتاج كونكسيون. مش كده يا ولاد؟ طيب قبل ما أقول الفانكشن اللي أصلا المفروض كلكم عرفتوه. تمام؟ تعالى نقول الحتة دي تاني. إيه تعريف كوميونيكيتنج؟ أقول لك من إيه؟ إيه المسافة بتاعت الكوميونيكيتنج جامب؟ عليها إكس كيو. هنا مميزة. هو عارف إن دماغك بيها يا زيرو يا 20 نانو، يا اوكلودنج يا ادهيرنج. لا يا عم انا اجيب لك حاجه غيرها بقى، اجيب لك كوميونيكيتنج عشان اسالك فيها واديك الاختيارات. 0 20 نانو 2 ل 3 نانو. اه هو ده. والشيب بتاعها يا ولاد هو بالعقل انبوبه، يعني انبوبه هتشوفها ازاي؟ هي نقطه انبوبه بتعدي من هنا كده. حلو كده؟ تعالى بقى يا عم نتكلم في الاستراكشر. كلام فارغ يا عم. انا بقول لك ان الخليتين بيتربطوا مع بعض بانبوبه. ادي خليه ايه؟ دي كده خليه، وادي السيل ممبرين بتاعها، ودي خليه ثانيه والسيل ممبرين، هم قريبين من بعض كده. ربنا حط انبوبه كده بينهم. هي كده بالظبط. الانبوبه دي اسمها يا ولاد كونكسون. شوف حتى المفروضه بقى بريدج. اهو بريدج ذا سبيس بتوين السيلز. طبعا الانبوبه مصنوعه من ايه؟ من بروتين. طيب انا هاخد الانبوبه دي بقى ابص لها كده. اشوف بتتكون من ايه الانبوبه الواحده؟ لقيتها بتتكون من ايه؟ سته كونكسين. والكونكسين نوعه ايه؟ انهي بروتين ده؟ انهي بروتين ده اللي ياخد لك السيل ممبرين من اوله لاخره كده؟ ترانس ممبرين بروتين. صعب الحته دي؟ كونكسون بيتكون من سته كونكسين. ده حاجه صعبه. وظيفه الانبوبه يا فندم انها بتعدي الايونات تحديدا، اهم حاجه. والسمول مولكيول من السيتوبلازم وزاويه ريتشنج الانتر سيلولار سبيس. صعبه؟ يبقى انت امتى وانت بتذاكر الحته دي النهارده نعمل الحركه دي كده اهو. قلم ماسك الحته دي بالحته دي من غير ما تعدي على اللي في النص. تمام؟ الاماكن بتاعتك كاردياك مصل ماشي، سموس مصل، ادي اثنين مصل اهو، واحده دي في السيليا والخلايا العصبيه. الوظيفه ايه؟ عارف انت مفروض في الوظيفه شفت الكلمه الثالثه اللي في الاستراكشر، الجمله الثالثه اللي في الاستراكشر من هنا زي ما هي. يعني ايه برضه؟ يعني هعمل ايه يا ولاد؟ هتنقل الايونات بتوين ها السيتوبلازم والتو سيل وزاوت ريتشنج انتر سيل سبيس. يعني دي كده على بعضها تاخدها كده وتنقلها فين؟ في الفانكشن وتسميها رقم واحد. لو انت شاطر هتكتشف ان رقم اثنين وثلاثه هم تطبيق لرقم واحد. يعني ايه؟ رقم اثنين لو انت نقلت الايونات ما بين خلايا عضلات اسمها بني الايونات؟ لا اسمها بني الاكزايتيشن ويف. اسمها بني الاكزايتيشن ايه؟ ويف بتوين الكاردياك مصر او بتوين المصر والبلاط. ده تطبيق لواحد. طيب لو كنت بتنقل الايونات بس مش بين عضلات بقى ما بين خلايا عصبيه اسمها بني الايونات برضو؟ لا اسمها بنقل نيرف امبلس. اسمها ايه؟ بنقل نيرف امبلس بتوين النيرف سيل. طب خليني اقول لك على حاجه بقى يا عم الحاج، سيبك من الكلام المكتوب عندك في الكتابه والمذكره، خليها دي مالهاش الا وظيفه واحده وهي بتنقل ايونات. تطبيق الوظيفه انت بتنقل ايونات بين مين؟ خلايا عضلات بس مين بتنقل اكسيتيشن وين؟ تنقلها بين ايه؟ خليط نيرف سيل. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتنقل نيرف امبلس. يبقى اللي عندك اثنين وثلاثة تطبيق لأول واحدة. فهمنا كده؟ اكزايتيشن ويف
زيتيشن يعني استثارة، ويف يعني موجة، تمام؟ يعني المفروض الاستثارة أو الاستثارة العصبية بتتنقل من العضلة للتانية، من العضلة للتانية، تمام؟ يعني حتى في الكارديا، مش انتوا خدتوا في الكارديا في الكوندكتيف سيستم ليه؟ ماشي يا اولاد، الوظائف دي انا عايزك تقسمها بطريقه مختلفه، ما تعرفش تحفظ دكتور 1 2 3 4 ولا دكتور، وظائف كتيره يا عم ولا كتير على الحاجه، ده الوظيفه حاجه واحده. الانبوبه يا عم الحاج ما بتلاقيش غير ايونات، حسب بقى انت بتنقل الايونات دي في المصل ولا بتنقلها في النيرف. لو بتنقلها في المصل اسمها اكزيتيشن ويف، بنقلها في النيرف اسمها ايه؟ نيرف امبلس، بس كده. تمام كده يا اولاد؟ خلاص؟ طيب في مشكله في السؤال ده؟ طيب تعريف سريع، فاكر الحركه اللي كنت بعملها عشان اعمل تعريف لاي سيرف سبيشاليزيشن؟ بتحط هنا كلمه فوق سيل درين ايه؟ باوند دون بيزنس سيرفيس وسيريال سيل، لا بالعربي الحاجه اللي لو شفتها تعرف ان ده سيرفيس بيز. فاكر الخاصيه رقم 3 في الابسيليوم؟ جميع خلايا الابسيليوم ريست اون بس هو البيزمنت ممبرين ده. اينما وجد البيزمنت ممبرين معناها حضرتك ان ده البيزنس سيرفيس. يعني انا لو رسمت لك بيزمنت ممبرين كده ورحت راسم لك خليه كده، فين البيز بتاع الخليه؟ اهو. ازاي يا دكتور ده اللاترال؟ مين قال؟ انا عمري قلت لكم موضوع الاتجاهات مش حاجه اسمها اتجاهات في الابسيليا، في علامات، علامات على كل سطح، تمام؟ يا سلام بقى لو لقيت هنا مايكرو فيلاي ولا حاجه، ويا سلام بقى لو لقيت هنا سيرفس جونكشن. مش دي اسمها سيرفس سبيشاليزيشن؟ مش ده النص بتاع مش شرط مش عارف فيه ان في علامات على كل سطح بتعرفك هو ايه هو؟ صح ولا لا يا ولاد؟ يبقى انا عندي العلامه اللي تعرفني ده البيزنس سيرفس اللي هي مين؟ البيزمنت ممبرين. تعالى يا عم سيرفس البيزمنت ممبرين اكتب عليه مهمه. سيرفس البيزمنت ممبرين مهم قوي يا جماعه، بيجي في الامتحان كتير. بيزمنت ممبرين ما فيش حاجه اصلا في شابتر السينيا مش مهمه تقريبا، هو كونكتيف تيشو كده معروفين، هو كونكتيف تيشو، تمام؟ طيب بيزمنت ممبرين عايز تعريف الاول وبعدين هبص عليه باللايت مايكروسكوب وبعدين هبص بالليبر وبعدين اقول لك وظيفته. التعريف اقول واللايت هقول لك صبغات والالكترون هنرسم سوا، ماشي كده؟ تعال نشوف التعريف. عايز اعرف التعريف. انا فاكر يا دكتور فاكر ما كنا بنرسمه في اول حصه في الابيسيليوم، كنت ترسم لنا خط كده وبعدين ترسم لنا خلايا الابيسيليوم قاعده فوق الخط ده، صح؟ طيب انا عايز بقى تفتكر يا ترى كان ايه اللي تحت الخط؟ كونكتيف تيشو. يبقى فعلا البيزمنت ممبرين بيفصل ما بين ما بين نسيج ونسيج تاني، نسيج طلائي ونسيج ضار، ابيسيليوم وكونكتيف تيشو، وهو ده اللي هنقوله في التعريف. هو عباره عن سبورتنج لير، طبقه دعاميه بريزنت بتوين تعرف تكمل ابيسيليوم اند كونكتيف. واحد يقول لك ابيسيليوم اند اندر لينج كونكتيف تيشو، ده احسن بقى. يعني ايه اندر لينج؟ تحت. انا عايز اقول لك مين اللي فوق مين اللي تحت. بتوين ابيسيليوم اند اندر لينج كونكتيف تيشو، يعني يا عم هو طبقه دعاميه ما بين الابيسيليوم من فوق والكونكتيف تيشو من تحت، ده تعريف. نصبغه.
يعني لا 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 ستيشن دي يعني. طب اكيد انت دكتور هتقول لي بقى صلاه مخصوص له. هو مش له صلاه مخصوص ولا حاجه، هو له ثلاث حاجات. اول حاجه تفاعل اسمه بي اي اس، وبيتسبب برضه بماده السيلفر تمام، وبيتسبب بماده اسمها او صبغه اسمها تراي كروم. اقول لك على حاجه حلوه. بص بس معايا، الحته اللي اتلغت من شابتر الميكروسكوبات كان فيها الصبغات. الصبغات دي في الميكروسكوب كل واحد مخصوص بحاجه معينه، وهو للاسف ان مفيش ولا واحده فيهم انتخبته. بمعنى السيلفر ده بتاع نوع من الفايبر في الكونكتيف تيشو اسمه ريتيكولار فايبر، والترايكروم ده مخصوص في الهيستولوجي بتاع حاجه اسمها الكولاجين، برضه الشابتر الجاي في الكونكتيف تيشو. دي فايبر في جسمك، كولاجين وريتيكولار، كل واحد له صبغته تمام. البي اس ده بتاع ماده اسمها جلايكوجين اللي بتجيب منك جلوكوز. طيب انت بقى خليك ذكي، انا لما اقول لك ان البيسمنت ممبرين ما بيتسببش بالاتش ان دي، واقول لك بيتسبب بالصبغات الاتيه 1 2 3، معنى كده ان البيسمنت ممبرين ده داخل في تركيبه الحاجات اللي بتسبب الصبغات دي. يعني هتسمعني بقول دلوقتي كولاجين فايبر، نوع من الفايبر، هتسمعني بقول ريتيكولار فايبر، هتسمعني بقول جلايكوجين. مفروض انت تستنتج الكلام ده من قبل ما انا اشرح بناء على الصبغات دي. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده لما ناخد الكونكتيف تيشو وترجع تراجع البيسمنت ممبرين، هتلاقي نفسك وانت بتذاكر اللايت كده يا سلام بيتسبب بالتراي كروم، يبقى اكيد في تركيبه في كولاجين. سيلفر يبقى اكيد في ريتيكولار فايبر، ايه؟ بي اس يبقى في جلايكوجين. فهمتني كده يا ولاد؟ ماشي؟ يبقى انا وانا بذاكر هبقى عارف ان الحاجات دي بتصبغ حاجات جوه البيسمنت ممبرين. خلاص كده يا ولاد؟ ايه تعريف البيسمنت ممبرين؟ احفظ معايا. ها؟ سبورتنج لير، ذيس بتوين كم؟ واتر لير. دي كومبليت بقى، اتش ان دي ارميها. تعال عندي ثلاث صبغات يا عم الحاج، ايه هم؟ بي اس، سيلفر، ترايكروم. اسالك انا بقى كده لازم تعلمها من دلوقتي، الترايكروم ده بتاع مين؟ كولاجين. بتاع مين؟ كولاجين. اكتبها لك ايه عشان ما تنساش، ترايكروم بين قوسين كده كولاجين. وهيجي لنا حالا يا عم ما تقلقش. السيلفر ده بتاع نوع من الفايبر اسمه ريتيكولار فايبر. البي اس ده بتاع الجلايكوجين. حتى اكتبها وانت عندك كده ايه كلمه صغيره جنب العناوين. خلاص؟ فيها مشكله؟ تعالى في الالكترو. انسى بقى الكلام اللي عندك يا عم، انا اقول لك رسمه هتخلص كل حاجه. البيسمنت ممبرين بالطريقه الخط ده مش هينفعنا، الخط ده ترسمه تحت اللايت. انا عايز الكترون، الكترون ده يعني تكبري الحاجه كده وترسمه لي كده اهو. ده كله بيسمنت ممبرين، وتحت اهو يا عم ادي الكونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو وده كله بيسمنت ممبرين. انا عايز ابص عليه تحت اللايت. اول نظره ليك تحت اللايت مايكروسكوب هتلاقي الالكترون، هتلاقي ان البيسمنت ممبرين ده هو ذات نفسه بيتقسم لطبقتين. بيتقسم لكام طبقه؟ اثنين. الطبقه الاولانيه يا ولاد فوق كده اسمها ديزل لامين. لامين يعني طبقه. لامين يعني طبقه. بيزل لامين. والطبقه الثانيه من البيسمنت ممبرين اسمها ريتيكولار لامينا. مش كده يا ولاد؟ أول معلومة أنا قلتها، بيسمنت ممبرين بيتكون من كام طبقة؟ اسمهم؟ بيزل لامينا. ناحية سنين. إبيسيليا عشان أفكرك كل شوية إن ده إبيسيليا. بيزل لامينا ناحية مين؟ وريتيكولا لامينا ناحية مين؟ الأندر لين كونكتيف تيشو. بص يا عم الحاج، انا هبني حيطه بيني وبين جوه، بس بشرط احنا الاثنين نشترك فيها. يعني البيسمنت ممبرين بيفصل بين اثنين انسجه مهمين، وهما الاثنين بيشتركوا في البنى. يعني بالبلدي كل واحد بيبني الحاجه اللي ناحيته. البيزا اللامينه بتتصنع عن طريق مين؟ مين بيصنع الريتيكولار لامينه؟ الكونكتيف تيشو. حلو كده؟ انا لسه ما بداتش حاجه، انا ما قلتلكش الا معلومه واحده بس، ان البيسمنت ممبرين بيتكون من اثنين لامينه، بيزل وريتيكولار لامينه. خلاص؟ وكل واحد بيصنع حاجه لناحيته. انا هبني حيطه بيني وبين جاري، اتنين انسجه وهم كبار،
ده هيبني اللي ناحيته وده هيبني اللي ناحيته. خلاص كده يا ولاد؟ تمام؟ طيب. طب حد يعرف يقول لي مكان البيزا اللامينة؟ هقول انا البيزا اللامينة وانتوا تقولوا الريتيكولار لامينة. البيزا اللامينة بريزنت بتوين ايبيثيليوم اند ريتيكولار لامينة. طب الريتيكولار لامينة؟ البيزا اللامينة كونكتيف تيشو. سكن البيزا اللامينة دي لوحدها كده. نبتدي بالريتيكولار اللي رقم 2. هقول لك انها بريزنت بتوين وصل لك فراغ. انتوا كلكم قلتوا حاجه. بريزنت بتوين ايه؟ بيزا اللامينة اند كونكتيف تيشو. تاني معلومه وبرضه كلكم عارفينها. سينسايز باي باي مين؟ كونكتيف تيشو. عشان ترى كل واحد بيصنع حاجه ناحيته. كونكتيف تيشو بالتحديد خليه من خلايا اللي هناخدها الشابتر الجاي من اهم خلايا المنهج. اسمها فايبرو بلاست. اسمها يا ولاد؟ فايبرو بلاست. المعلومه الثالثه، ايه التركيب الكيميائي للريتيكولار لامينا؟ قال لك هي بتتكون من تايب واحد وتايب ثلاثه كولاجين. مفاجاه بالنسبه لك ان انا في الكولاجين؟ مفاجاه؟ لا مش مفاجاه. ليه؟ عشان انت قلت في السابق كلمه، انا متوقع ان انت هتقول في التركيب كلمه كولاجين. صح كده يا ولاد؟ خلصت الريتيكولار لامينا كله من الرسمه، مش تقول حاجه براها. الريتيكولار تاني بيزنت ممبرين بيتكون من حاجتين، ايه هما؟ بيزا لامينا وايه؟ الريتيكولار. مين بيصنع البيزا لامينا؟ بيسين. هو بيصنع الريتيكولار كونكتيف تيشو. امسك لي الريتيكولار دي الاول. عايز ثلاث معلومات، ثلاث سطور مكتوبين عندك. اول حاجه موجوده في ايه؟ بتوين البيزا اللامينا اند كونكتيف تيشو. مين بيصنعها؟ كونكتيف تيشو وتحديدا خليه اسمها فايبرو بلاست. تركيبها الكيميائي ايه؟ طيب واحد وطيب ثلاثه كولاجين. اطلع لي على البيزا اللامينا بقى. في حاجه دي كلها طبقه البيزا اللامينا مش كده؟ طبعا مبدئيا خلاص عرفنا البيزا اللامينا سينسايزد باي ابيثيليال سيل. هي ذات نفسها البيزا اللامينا بتتقسم لطبقتين. هي ذات نفسها البيزا اللامينا بتتقسم لطبقتين، طبقه فاتحه وطبقه غامقه. كلمه فاتح بنقول عليها لامينا. ماشي. لامينا شايف بنقول عليها ليوسنت، بنقول عليها لامينا ليوسيدا. كلمة غامق يعني دينس، فبقول عليها لامينا دينسة. حد يعرف يقول لي السايز بتاع كل واحدة؟ قول لي اللامينا اليوسيدا موجودة فين؟ معايا. لامينا دينسة، مش عارف انتوا كلكم بدأتوا من فوق يعني. المفروض بتقول لامينا دينسة واليوسيدا. طب اللامينا دينسة موجودة بين؟ لامينا اليوسيدا وبين؟ وبين؟ الكبرى اللامينا. ما هو يا جماعة كله بالرسمة. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه تقولها لكل واحد السايد بتاعه. السايد هنا والسايد هنا. طبعا مش هحتاج اقول لك ان دي الكترون ديوسنت ودي الكترون ايه؟ دينس. يبقى دي برضه هكتبها لك يا عم خلاص. دي الكترون ديوسنت ودي الكترون دينس. وده واضح طبعا في الاسم. قول لي بقى يا عم التركيب الكيميائي لو سمحت. الفتحه دي بتتكون من جلايكوجين. حاجة مفاجأة يعني انها بتتكون من جلايكوجين؟ لا، اللي كنت بتستخدمها ايه؟ يس. ودي بتتكون من طيب أربعة، دي أربعة يا ولاد، طيب أربعة كولاجين. تمام كده؟ كل الإلكترون أكبر حتة في الدرس بتاع البيزمنت ممبرين موجودة على الرسمة دي. الرسمه دي انا لما اقول لك الكترون مالكش دعوه بالباراجراف الكبير اللي موجود عندك ده ولا بالتقسيمات ولا الكلام ده. ابسط لي الرسمه لو سمحت بس. واحلى حاجه ان السايد بتاع كل واحد سهل طول ما الرسمه قدامي. يعني تخيل انا مش كاتب الرسمه كده وعمال اقول لك اللامينا اليوسي دي فين؟ فين ايه وايه؟ مش تبقى متخيل. انما كل ما اسالكم في السايد هي الرسمه دي وبس. حلو كده يا ولاد؟ تعالى نسمع بقى الكلام ده. بيزمنت ممبرين بيتكون من بيسمنت ممبرين بيتكون من ها بيزا اللامينا وايه؟ ريتيكولا اللامينا. مين بيصنع البيزا اللامينا على بعضها؟ بيسيليا سيلو. مين بيصنع ريتيكولا اللامينا؟ كونكتيف تيشو.
سيكل الريتيكولار لامينا الاول بريزنت بتوين مين اللي بيصنعها وتركيبها ها بريزنت بتوين بيزا لامينا ان كونكتيف تيشو بيصنعها مين وبالتحديد خليه اسمها فايبروبلاست بتتكون من ايه طيب واحد وطيب ثلاثه كولاج خلصنا دي تعالى البيزا طبعا انت بتحول الكلام ده لباراجراف الكتابه نقط هتلاقيه سهل قوي تعالى البيزا اللامنة هي ذات نفسها البيزا اللامنة طبقتين طبقه فاتحه وطبقه غامقه سميها ايه لامنة يوسيدا ولامنة السكل ان الفاتح فوق فاتح فوق ادي فين وفين فاتح فوق بس انا عارف والله بس يا سنه ولا اتنين انا عارف والله بيحصل في السنه مش عارف اصلا ده فين تمام الفاتح فوق لامنة يوسيدا ولامنة دنسا دي تحت لامنة يوسيدا عايز اعرف الصيب بتاع كل واحد هنا وهنا ده لعب عيال طبعا دي الكترون اليوسين دي الكترون دنس ده برضو لعب عيال باين في الاسم خلاص الفكره بالتركيب اللامينا اليوسين بتتكون من ايه ها من جلايكوجين اللامينا دنس طيب اربعه كولاجين انا قلت كلمه كولاجين في الكلام كتير طيب واحد وطيب ثلاثه وطيب اربعه فعلا دكتور بيزمنت ممبرين يستحق ان هو يتصبغ بالترايكولون وقلت جلايكوجين اه دكتور فعلا بيزمنت ممبرين يستحق ان يتصبغ بالبي اس امال ده فين واحد يقول لي ريتيكولار لامينا طب ما ريتيكولار لامينا احنا قلنا طيب واحد وطيب ثلاثة كلاش فين بقى ريتيكولار فايبر هي معلومة مبدئيا لسه ما جاش وقتها دلوقتي هتاخدها الشابتر الجاي شفتي يا دكتورة طيب ثلاثة كلاشن هو ده الريتيكولار فايبر لما اجي ان شاء الله اشرح لكم الريتيكولار فايبر هتلاقي بقول لك ايه ان هم بعد ما اكتشفوا الكولاجين اكتشفوا ان هو نوع من انواع الكولاجين بالتحديد اي نوع طيب 3 يبقى طيب 3 كولاجين هو ده الريتيكولار فايبر عشان كده اتصبغت بالايه بالستر تمام عايز وظيفه للممبرين الجميل ده اولا في وظيفه موجوده في في التعريف اول كلمه لا ايه سبورت مين اللي بالسجن اللي فوق تمام اول حاجه ان هو سبورت الابيسيلي ايه دول بروفايد ايه هو بروفايد وبرفنت بس مش زي التانيين يعني التانيين اختلاف شويه هنا بروفايد سترونج اتاتشمنت بتوين الابيسيلي يعني ممكن تفتشوا هنا كنا بنقول سترونج اتاتشمنت بتوين السيلز فاكرين بس عشان بس تحفظ كلمه بروفايد السيليوم والكونكتيف تيشو تاني حاجه بريفنت الباسج هو خلي بالك ومش احنا قلنا في اول حصه خالص ان السيليوم ده افاسكولار وكان بياخد النيوتريشن بتاعه منين؟ يعمل حاجه كونكتيف تيشو بعدي بكتيريا اقعد اتفرج عليها لا ده حاجز يا دكتور مش مجرد ممبرين ده حاجز لو ماده انا مش عايزها تروح للسيليوم مش هوديها له فهمت ازاي؟ يبقى هي بريفنت الباسج اوف بكتيريا او الهارم في الموليكيول المواد الضاره تمام من الكونكتيف تيشو الى الاي بي سي يبقى بروفايد وبريفنت برضه بس باختلاف ثالث وظيفه او رابع وظيفه واخر وظيفه انه بيساعد في حاجه اسمها البروليفريشن هفهمها لك دي وخلاص يبقى الحصه كده خلصت بروليفريشن يعني ايه بروليفريشن تجدد تمام يعني كلام تجدد ده بروفش عن تجدد هو ازاي ده يعني بيساعد في التجدد بتاع الانسولين معايا خلوق ازاي بيساعد في التجديد بتاع الانسولين اقول لك الكلام ده تعرفه بعدين هتعرفه في الجراحه وفي الرمض دلوقتي لو انت عندك جلدك كده بيزمنت ممبرين وفوق خلايا البسيلي جلدك البسيلي ماشي حلو وجه حصل انجل انجل يعني اتعورت بيقول لك هتعرف بعد كده الكلام ده لو الانجري دي جت كده اهو بيزمنت ممبرين حصل له حاجه تمام يبقى ايه بيقول لك الجرح ده هيلم ومش هيسيب اي علامات طول ما البيزمنت ممبرين ماله سليم طب افرض بقى الجرح ده كان جرح عميق قوي وراح قاطع البيزمنت ممبرين مال يا عم انا هتجدد برضه هعمل تجدد بس هاجي اتجدد البيت اللي انت عايز تبنيه له اساسات فالبنى هيطلع غلط كده طبعا هبص تلاقي الخلايا بدات تطلع بالمنظر ده شكل غلط فهتسيب ايه؟ سكار
سكار يعني نطبة أو علامة. يبقى وجود البيزمنت ممبرين ده عامل زي الأساسات بتاعت العمارة، لازم تبقى معمول وموجود قدامك عشان تعرف تبني صح. يبقى هو إسينشال ومهم في البرول فريشن أو التجدد بتاع الإبسيليم اللي فوق. من غيره الإسلام هيحصل برول فريشن بس هيبقى إيه؟ أي كلام مشوه. فهمنا الكلام ده يا أولاد؟ في مشاكل كده؟ أنتوا مذاكرين بايو كوينتس؟ هو كمية كبيرة أوي يعني؟ كبيرة أوي أوي يعني؟ بس دكتور عاطف طيب؟ لا 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 دكتور عاطف حسيت إن المهم صعب. يا ابني افهم، افهموا بس. يا ابني أنا بقول لك عليه طيب، مش كده يا جماعة. أنا أصلاً لا 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 عمري حاجة، كل ده كلام عشان تبقى عارفة. أنت عارفة أصلاً دكتور عاطف أنا كنت باخد عنده، هو كان بيدي دروس في السنتر ده أنا والجمل تمام، وما كانش القاعة دي كان ما كانش الدور ده اتبنى، كان الأوضة اللي تحت. هو أولاً وشعره جميل جداً، هو راجل دماغه بيؤمن هو